السلام عليكم متابعينا ومتابعات قناتنا نانا شوبينغ اكادير، مرحبا بكم من جديد. فيديو جديد، فيديو ديال اليوم كما وعدتكم بانني عندي لكم جوله في المحل ديال ايطوال امبلومو، وجيت لعندها وفعلا حطيت لكم فيديو ديال الصالون مباشره. بغيت نحط لكم الفيديو ديال الجوله ديال المحل ديالها، نكتشفوا الجديد ديال الاثواب والصالونات المغربيه والعصريه وكل شيء. شوفوه معايا في هذا لا فيديو حتى الاخر، ما عليكم غير تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. ولا مازال ما اشتركتوش معايا في القناه اشتركوا وفعلي الجرس وديري ليا لايك الى لا ديك البصيمه، باش هكا دائما يوصلك الجديد ديال القناه ديالنا. والانستغرام ديالي اللي هو نانا شوبينغ اكادير هو هذا، اللي مازال ما دخل عندي الانستغرام دخل مرحبا بها. تما كندير لكم دي بون بلون غزالين، وكندير لكم اي حاجه كنتصادف معاها في البلاصه كنصبرها كنحطها لكم. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو ايطوال امبلومو فين جات. كاينه البنات كاينه في تيليلا بالضبط حدا رومبون ديال الخوارزمي، يعني غتمشيو لتيليلا وغتشوفوا تسولوا على ديك رومبون ولا دوك العمارات ديال الخوارزمي، غتمشيو مع داك الشانتينيشن حتى الفوق راه غادي تلقاوها سميت المحل ايطوال امبلومو. راه كاينه تما هي حدا واحد السيد كيبيع هادشي ديال هادشي القديم هادشي البالي كيبيعوا تما فين كاينه. المهم غنخليكم مع السينيماتيك ديال المحل ونرجعوا ان شاء الله باش نخلي لكم الانستغرام ديالها وفين تواصلوا معها. جيت نبارطاجي معكم بعض لي فرور اللي كدير. كما كتشوفوا معايا عندها لي فرور حتى هما كتصايبهم، صراحه عندها شكيلات زوينين والالوان غزاله غزاله مبهجه بزاف، خصوصا من الناس اللي كنتو من عشاق الفرور. ها هما كما كنوري لكم هنا الكاليتي ديالو زوينه، ماشي هذاك اللي كيتشنتف دغيا وهذا الهدوب ديالو ما كيبقاوش زوينين وراقيين. سمحوا لي غتسمعوا شويه ديال الصداع حدايا لشي بنايا. المهم كي كتشوفوا هنا كاينين في الوينات الثمن ديالهم 5000 ريال، ولكن الكاليتي غزاله يا البنات، يعني صبن ورد الكاليتي ديالهم زوينه بزاف. الوينات اللي عندها كاين عندها في البياض، كاين عندها في الصفار الكري، هاد غوز بيبي عندها الوينات المارون، عندها الوينات جميع الوينات، ولكن سيدهم هو الصفر. الا كنتو نتوما من عشاق اللون الاصفر راه كاين حتى الصفر، شوفوا لي على المنظر ديال الصفر كي داير، صراحه انا كيحمقني الصفر. بارطاجي وهنا جيت نبارطاجي معكم هذا المطلسي، هذا اللي تا هو خارجين فيه الوان غزاله، شوفوا لي البيج المارون الصفر الوينات غزالين كيهبلوا، سورتو الا كنتي دايراه في الصالون عرفتي راه كيحمقوا. وهذا الخضيدر هذا الملكي، ها نتوما درتو واحد شونتيون هكا في المخده، دايره هذا المطلسي مع الدي لافي مع لونتيطاش، ودرت لهم هذا الباتاشوا هكا، صراحه عطاو واحد المنظر غزال غزال غزال، حمقتني هذه المخده بهذا الشكل. وهنا جيت نبارطاجي معكم الخوامي اللي خرجوا دابا، هذا هو جديد الخوامي، هما لولا كما كتشوفوا فيه تا هو الوينات غزالين وكيحمقوا، وجميل الالوان راه كاينين في الكغي وهذا. وباقي ندير لكم سينيماتيك عليهم باش هكا تشوفوهم كاملين، وقلت علاش لما نوري لكم الخوامي حتى هما. وهادو كي كتعرفوا ديال الشبكه هادو راه معروفين، المهم حتى هما عندها فيها شكيلات غزالين. ها نتوما كتشوفوا معايا الوينات اللي كاينين، كاين في الغوز، كاين في البياض، كاين في البيج، كاين في مارون، كاين في بلون كاسي، المهم كاينين الوينات بزاف. انا الحاجه الوحيده اللي كتعجبني في رابعه صراحه نقولها لكم، ماشي كنجملها لانني كنمشي عندها، لا، لان راه صايب ديجا الصالون ديالي وخسرت فيه زباله الفلوس وما صدقش ليا، ولكن هذا الصالون انا فخوره بيه، عجبني الصالون ديالي وباقي غنزيد عليه واحد غنزيدو عليه دي تخيك هكا اللي غادي يعجبكم ان شاء الله فاش نشاركو معكم المره الجايه. كتقل الخدمه ديالتها وكتنسق الالوان بواحد الطريقه زوينه 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 بزاف، هادشي باش كتعجبني هاد السيده، يعني ماشي غير كتقول لك شنو بغيتي وكدير، لا، كتعاونك في الاختيارات، كتعاونك في اللمسات، كدير اللمسه ديالها في الصالون، هادشي كيعجبني بزاف فيها. كما كتشوفوا في هاد شونتيون هذا ديال هاد الصالون، هاد التوب هذا، يعني كتحاول ما امكن تهز التوب ودير عليه شونتيون باش كهي كتقتنع بداك التواب اللي عندها. كما كتشوفوا معايا في هاد الصالون الخضيدر اللي جا غزال.
فوالا البنات، بالنسبه لدي لافي ومحبي الالوان المبهجه ها هما. تبارك الله، عطي هذا، عطي واحد الوشه مفن صافي، خطير خطير خطير. كون مازال ما درش الصالون اكيد كنت غادي ندير من هذا، وباقي ان شاء الله غادي نشوف شي تخربيقه اخرى، انتظروني. وكاينين الالوان ديالهم هما هادو، ها نتوما كاع الالوان اللي كاين فيه، كاين هذا كاين هذا كاين هذا، ها هما. وبالنسبه وكاين هاد الفولور بريون، ها نتوما شوفوا واحد البريون فيه خطير، ولكن ماشي زعما شي حاجه كتحيد، انا كنحاول نقرب لكم باش نبين لكم كل شيء. هما اللوينات اللي فيهم زوينين، سورتو هاد اللوان هادو هما اللي خارجين دابا طوندونس، ها نتوما. وهذا واحد النوع الثاني من الفولور، غير هو مامبريمي، ها نتوما شوفوا هذا الشكل ديالو كي داير، وشوفوا لي هذا الشكل ديالو كي داير، صراحه كلهم انيقين. وهذا راه كما قلت لكم امبريمي، يعني الزواقه فيه، نقرب لكم باش يبان اكثر، ها نتوما. وفيه اللوان البنات، فيه اللوان حتى هما زوينين، ها نتوما ها لو غري، ها هذا الخضيدر كرونا، شوفوا هاد الغوز باش يبان لكم مزيان، الزريرق فيه لوينات زوينه ديالو كي داير، سبحان الله العظيم الصفر انيق كيعجبني انا في الفراش الصفر. هذا البيج الكري، المهم اللوان البنات كاينين، عطا الله لو شوا. وكما العاده راه يكون واحد الكود برومو بسميتنا انا شوبينغ اكادير، اللي جات تقولها فقط راني من طرفنا انا شوبينغ اكادير، واكيد راه غادي يعجبكم لا برومو اللي غادير لكم. وهذا البنات راه الفولور سامبل، ما فيه لا زواقه لا بريون لا والو، وتا هو فيه الالوان، يعني عطي بحر بحر الالوان اللي فيه، بالاختيار ديالكم. شي حاجه زوينه، وكما قلت لكم راه عندها البروميان وعندها الدوزيام وعندها اللي بغيتو، عندها نتوما فقط بغيتو شي صح والمتان، راه ضروري ما كنمشيو للبروميان، خصوصا الا كانت الصاله ولا شي بلاصه اللي بغيناها تبان في الدار. اللي بغى الاوني مات والفولور مات هما راه كاينين حتى هما، يعني كلشي موجود، ما عليكم غير تجيو ان شاء الله الايطوال اموبلومو، وهي راه غتعاونكم حتى في الذوق في الاختيار. الحمد لله دايره بشهاده الجميع، يعني حتى الناس اللي طقوا في يوم مشاو لعندها دابا عجبهم النتيجه ديال الصالونات ديالهم. داكشي علاش زعمت وزدت باش انني نصور لكم فيديو اخر عندها، خصوصا بعد ما صيبت عندها حماتي هذاك الفيديو اللي لحت لكم قبل هذا، قلت علاش لا ما نعطيش للناس فكره اخرى، الناس اللي انضموا معنا جداد للقناه نعطيهم حتى هما فكره اخرى. ولا البنات بالنسبه للبروكار، ها هو كاين هذا اللي كيكون محفر فيه هاد الرشيمات وهاد الزواقات هادو، وكاين في هاد اللون وكاين في هاد اللون، ورشيمات هادو راه رشيمات بحال بحال ديكي. وفي هاد دارت لي هي دو فاس، صراحه باش كتعجبني كتبدع في الحاجه، ما كتخليهاش سامبل، دخلت فيه هاد شنو هذا وند الفولور نيت، دخلت في هذا الفولور سامبل وجاب بحال هكا، عطى واحد المنظر غزال. انتم كتشوفوا معايا المخده هنا، كدير لي غير داك الكور مجدول، كدير لي هذاك المجدول هكا سامبل، وهادو البانطات جوان كرو بحال هكا، بالنسبه لهذه البنات كيقولوا لها مبرا ديجيتال، شوفوا الالوان اللي فيها، صراحه حمقاتني هذه المبرا، واخا انا ما كتعجبنيش المبرا بزاف، ولكن عند ربيعه ولات كتحمقني المبرا. كما قلت لكم هذه مبرا ديجيتال، وكتخدم بهذا تو بيكون اوني، كتخدم مع هادو مثلا كديروا فيهم خيدات دي مورسو هكا في مضارب، ولكن كتخدم بتوب اوني مثلا. ها نتوما كتشوفوا درت مع هاد المبرا هذه هكا، درت مع هادي كما تقدروا ديروا مع اي وحده في هادو، هانتوما غادي تجي مع الالوان كامله. انا غادي نقرب لكم هنا باش تشوفوا، ها شوفوا الالوان اللي كاينين في وسط هنا، تقدروا تخدموها مع هادو هانتوما.
غنوريكم الشكل هذا هو الثاني الشكل ديالها. الثاني ديالها. الناس اللي عزيزين عليهم الالوان بحال هكا بزاف، ها هما صراحه راه كتعطي واحد المنظر غزال. بالنسبه لهذا مثلا، هي ديما كدير لكم دي زيكزامبل باش تقدر تعاونكم في الاختيار. درت مع هذا اللي في الموف هكا سامبل ولون واحد في الموف، وتا هو عطى معاها واحد المنظر اللي غزال، لان ديجا دخل فيه تا هو الموف. شتو بالنسبه للبروكار؟ ها هو البنات، هذا هو اللي خرج دابا جديد، يعني اخر ما كاين في البروكار هو هذا. هانتوما كي كتشوفوا هو كيجي بحال هكا، وكتخدمي مع هاد التوب، هاد الفولور هذا اللي كيكون بحال هكا سامبل، ما فيه لا زواقه لا والو، لان ديجا البروكار فيه الزواق، ما كيحتاجش بزاف ديال هذا لي موتيف هكا. كاين في هاد اللون لي بيج داخل مع شويه الدوغي، كيما كاين في هاد الفيغ او دخل معاه حتى هو هاد الدوغي هذا. صراحه حتى هو زوين. نورمالمون هما كيجيو هكا جوج، وهي كتزيد لي هذا. بالنسبه لهذا الفولور اللي فيه البريون، والتحتاني راه فولور سامبل، وكاين هذاك الفوقاني ها هوك، وكيتخدم حتى هو مع هذا. هذا تو عجبني، رشيمات لي فيه، لوينات لي فيه، شي حاجه زوينه. شتو وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد هو على الابواب، وكذلك كنتمنى الفيديو يعجبكم، ونكون قربتكم من المنتوجات اللي كاينين في المحل، من طلامط، من اشكال المخدات، من الوان، من كل شيء. وما تنساوش الا كانت عجبكم لا فيديو، اكيد عارفين اش غديروا، ما عليكم غير ديروا اللايك وتخلوا لنا التعليق، وتقولوا كي جاكم المحل، كي جاكم طلامط، كي جاتكم الجوده ديالهم. وكذلك تزوروا ربيعه عندها في الانستغرام اللي هو ايطوال امو بلومو، وتمشيو عندها المحل تكتشفوه ما فيها بس. انسان ماشي ضروري يشري، يمشي يكتشف شنو كاين في المحل ويعرف الجديد اللي كاين. وما تنساوش ليا لي لايك، ديروا ليا لي لايك لي لايك لي لايك، وباش ان شاء الله الفيديو توصل لاكبر عدد الناس، وهكا كيستافد كلشي معنا. وخليكم حتى الفيديو المجي ان شاء الله، فيديو جديد وبلاصه جديده نكتشفوها جميعا.